الموجود ايضا اللي يعني تحدث عن سعادته الكبيره بان يتواجد مع فريق ميلان. الكره الان مستمره، عادت الكره، هي محاولة لكن مستمرة من جانب لاعبي فريق ميلان للبحث عن الهدف الثاني. زلاتان يلعب إليها كان، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة قائمة الآن لصالح فريق ميلان بأن يسجل الهدف الثاني. الله، هاكان يسجل الهدف الثاني.